مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين وتابعين لعب 12 والشرقية، بالتأكيد حلقة جديدة وموضوع محور رياضي مهم أكيد راح نتابعه بكل تفاصيله بحلقة اليوم، ونبدي بعد هالفاصل القصيرة. أتمنى تظلوا ويانا يعني. منتخب ناشئة العراق، هذا الفريق اللي قبل أسابيع جلب للعراقيين فرحة ما بعدها فرحة وانتصار كبير بإحراز كأس آسيا للناشئين بالهند والتأهل إلى كأس العالم. هذا الفريق يوم فاز كل الناس فرحت وهللت، الشعب العراقي كان فخور جدا بإنجاز قحطان شثير وكتيبته من اللاعبين الأبطال وأعضاء وفده الإداري والفني. وبالتأكيد هذا الفريق لما حقق هذا الإنجاز حققه وسط ظروف صعبة كلش حكينا عليها هواية، والفريق لما فاز وصل إلى استحقاق مهم هو كأس العالم. بحلقة اليوم راح نحكي على أمرين مهمين جدا مع ضيفنا القدير والعزيز صاحب هذا الإنجاز وصاحب هذا الفرح الكبير للعراقيين، الكابتن قحطان شثير المدير الفني لمنتخب ناشئة العراق. فخلونا أنا ما دام يعني طلعت صورته خلينا نرحب به أولا وبعدين نكمل الموضوع. فكابتن قحطان بداية يعني أريد أرحب بك باللاعب 12 بالشرقية، وأريد أشكرك على الفرح الكبير والإنجاز الكبير اللي حققته لكرة القدم العراقية وللشعب العراقي بهذا الانتصار وبهذا الفوز بكأس آسيا والوصول إلى كأس العالم. مرحبا بك كابتن، ودائما أنت رائع ومنورنا باللاعب 12 بالشرقية. أشكرك أستاذ ريان، وتحية لك وإلى مشاهدي برنامجك الرائع، حقيقة برنامج مميز. الله يسلمك. إحنا بالهند ونتابع البرنامج وانطتنا دافع، ومو غريبة عليك، أنت إنسان تحب البلد، وإحنا حقيقة اللاعبين والكادر الفني يشكروك من خلال ما قدمته للفريق ومن دعم للفريق العراقي. كابتن حبيبي بالعكس هذا واجبنا، واقل شيء نقدمه لكم احنا اذا قاعدين خلف الكاميرا وقاعدين على كرسي بدنا نخدم بلدنا، فانتم تعبتوا بجهد بتمرين بضغط باصابات باذيه كلها من اجل يعني منتخب الوطن، وتعبنا يعني لا ما يجي شيء قدام تعبكم انتم وجهدكم انتم. فنكمل الحديث انه اليوم راح نحكي بمحورين. المحور الاول منتخب الشباب من أسابيع أخذ البطولة والكل يعني تداعى للتكريم وللإنجاز، اللي نتقطع أراضي واللي نط فلوس واللي نط تكريم، ولليوم منتخب ناشئة العراق بطل آسيا، كل اللي حصلوه هواء في شبك. هذا محور. والمحور الثاني اللي راح نحكي به أيضا مع الكابتن قحطان شثير ضيفنا العزيز أنه التحضير والمنهاج الإعدادي لكأس العالم ما يجب أن يكون قبل شهر وشهرين من كأس العالم، لا، هو كل زين يعرف أنه التحضير لازم يكون على مدى شهور طويلة لمثل هيك استحقاق كبير ومهم. خلينا نشوف هذا التقرير أولا ونرجع لضيفنا الكابتن قحطان شثير. بعد الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الناشئين بحصوله على لقب البطولة القارية لأول مرة في تاريخ الكرة العراقية، لم تكن وعود المسؤولين إلا حبرا على ورق وكلاما في شبك الأقوال للأفعال. فما أن انتهت المباراة النهائية بالفوز يقول رئيس الوفد، حتى توالت الاتصالات من المسؤولين الذين أغدقوا على هذا الفريق بالأموال والمكافآت. أما قطع الأراضي التي تحصلوا عليها حسب الكلام من مجلس الوزراء فلم يستلموا حتى الآن منها مترا واحدا، ولا ندري لماذا هذا السيل الجارف من الوعود دون تحقيق أي منها، وهل يتوازى ما قيل بحجم الإنجاز الكبير لليوث الرافدين؟ حزن كبير على ما يحصل وأسف على الرجال التي تعد ولا توفي، برغم أنها هي من قالت وصرحت بالصوت والصورة. زيد السراج للاعب 12. إذن شيء محزن حقيقة اللي صار مع منتخب الناشئين، شباب أبطال
جابوا إنجاز لأول مرة بتاريخ الكرة العراقية، ويوم فازوا الكل مبروك ونكرم وننطي وهالقد فلوس وهالقد مبالغ. ولليوم هذا الفريق الشاب اللي خلف عوائل تنتظر هذا التكريم حتى يعدلون من وضعهم المعيشي، الجهاز الفني الجهاز الإداري ينتظرون مكافأة لجهودهم وتعبهم، إلى اليوم ما صار شيء. خلينا نذهب إلى الكابتن قحطان شتير ضيفنا. كابتن مرت أطول عليك، خلينا أبدأ بداية، إيش قد تنفذت من الوعود الكبيرة والكثيرة اللي وعدوكم بها مسؤولي الرياضة بالعراق، شنو اللي تنفذ منها؟ استاذ بيان، احنا مسألة التكريم هذا دافع معنوي للأجيال وللاعبين اكيد، وايضا استحقاق 100%. ممكن ما دخل فترة اعداد جيدة، ما انصرف على الفريق مبالغ عالية، لان انا قريب على الفريق واعرف شنو الفريق طبعا. واللي وين رحنا وين طلعنا وين تدربنا وشنو اللي صار. الانجاز اللي صار يعني لو بلد ثاني ممكن يعني تشوف احنا يعني تشوف اشياء معنوية واشياء مادية للفريق بسبب انه هذا جيل حقق اول بطولة للعراق او هي بطولة نهايات كاس اسيا. احنا باستثناء يعني الاستاذ محافظ بغداد دعانا على عشاء قبل يومين وتكريم بسيط، يعني لان تعرف يعني تكلم قال اني مجلس المحافظة ما عندنا فلوس ما عندنا أموال، لكن أنا أريد بس يعني أشوفكم واحتفل وياكم بهذا الفوز، واعتذر إنه وانطانا فشي بسيط واعتذر الرجال. حقيقة أنا احترمت الدعوة واحترمت رأيه، لأن هو يعني قال أنا ما عندي وانطانا يعني 250 ألف لكل شخص، اللي الوفد متكون من 38 واحد، خلف الله عليه. يعني هو رغم أنه المبلغ استاذ رغم انه المبلغ بسيط لكن الدعوه والجلسه واللاعبين حقيقه ارتاحين للموضوع، لان كان صادق ويانا يعني اتصل بي قبل يعني يوم، ثاني يوم نفذ اللي يعني اللي وعدنا به نفذه. زين. يعني جابنا وقعدنا بمجلس محافظه واحتفل مع اللاعبين ووجبه عشاء. احنا مو هي الغايه مرات هي الا الفلوس، خلي تكون يعني جلسات معنويه، خلي يكون ذول اللاعبين حتى يفرحون. هذا الجيل راح يترحل، راح يشعر بالمستقبل، عنده ناس واقفة وراء. بعدين احنا خلينا نعطي كل ذي حق حقه اكيد. يعني احنا بما انه مثلا الاولمبي ما توفقه ولا منتخب الشباب وما كنا نتمنى طبعا، يعني منتخب الوطني يعني 4 مباراة 3 خسارة 1 فوز، خلي الفريق اللي حقق انجاز وتعب خلينا نعطيه حقه. يعني احنا ممكن لو خسران الفريق الجهاز الفني يترأيين حال، واللاعبين يمكن بعد ما حد يسأل عليهم وينتهي الموضوع. زين. فاحنا نتمنى يعني فقط، هاي قلت لك مجلس محافظة بغداد. كابتن خلينا نكون نوجه كلامنا بشكل مباشر، انت كمدير فني لهذا المنتخب كم وعد بتكريم او مكافأة سمعت بها او قالوا لك عليها او ووعدوك بها؟ يعني انا اعرفك قطع اراضي من مجلس الوزراء، وطبعا هاي قطع الاراضي يحتاج لها تخصيصات، يحتاج لها وقت، يحتاج لها ترتيبات، لكن اكو شيء نفذ يعني على ارض الواقع الى حد الان؟ مثلا استلمت سند، قدمت اوراق، قدمت شيء حتى يعني مثل ما نقول المعامله دا تمشي بهذا الموضوع؟ استاذ بيان، احنا حقيقه من عودتنا لليوم باستثناء قلت لك الدعوة قبل يومين هاي اللي رحنا رسمي، أي شيء ما شفنا، حتى أنا الاتحاد ما رايح لأن رئيس الاتحاد كان مع منتخب الشباب، أصور اليوم يمكن رجعوا إلى بغداد. نعم. لازم نروح إحنا كجهاز فني نجدد العقد، لأن هم بدل اجتماع الاتحاد متخذين قرار بتجديد العقد. نعم. سنة أو يعني سنة لبطولة كأس العالم وترحيل الفريق، يعني هاي الأمور الفنية والإدارية لازم نروح نحلها بالاتحاد. طيب. أما مسألة الوعود لا، يعني ماكو لا قطع أراضي ولا من أي يعني أي مكان، إحنا ما رايحين ولا شايفين أي شخص، وعود فقط. إحنا قبل لا نجي قال وزير النفط راح يكرم الفريق وما كرم، وزير التربية أيضا وعدونا وين الإيفاد والكتاب نفس الشيء. زين. الأولمبية الاتحاد يعني بعد يعني ماكو فد شيء ملموس يعني أبدا.
يعني حتى موضوع قطع الأراضي اللي يعلن عنها ومجلس الوزراء خصص قطعة أرض لكل واحد من أعضاء الوفد، هذا الأمر ما صار منه أي شيء على مستوى الإجراءات، يعني لا قدمتوا أوراق ولا دزوا عليكم قالوا دزوا أوراقكم أو انطونا أمر الإيفاد، كل هذا الحكي إلى حد الآن يعني هواء في شبك مثل ما قلنا. استاذ احنا ما قلت لك لا ما عندنا يعني ما عندنا اتصال ولا رايحين، بس اتصور السيد وزير الشباب هو اللي راح يعني انا اللي اعرفه وسمعت به انه هو اللي دا يراجع بال يعني بالاوراق وبالمعامله، فالصور يعني لو تتصلون بالسيد احمد الموسوي المستشار يمكن اكيد راح نتصل معلومه افضل من عندي. اي فاي انا ما عندي يعني معلومه ولا عندي معلومة أزودك بها هي صحيحة وغير صحيحة، لكن إحنا لحد هاي اللحظة كل شيء ما تحقق. يعني كل التكريم اللي جاكم وجبة عشاء هذا بطل آسيا وصعد كأس العالم، كل التكريم اللي جاكم وجبة عشاء لحد الآن. إيه قلت لك محافظ بغداد وجبة عشاء و250 ألف لكل شخص عراقي. هذا يعني ما يخليك أنت كمدير فني وهذا الأمر ينسحب على جهازك الفني والإداري والمعاونين وياك وحتى اللاعبين، خليكم حالة إحباط خاصة أنه أنتوا ينتظركم عمل طويل يعني يمتد إلى شهور طويلة قبل الاستحقاق بكأس العالم. تقول إذا إحنا جايبين آسيا قبل 3 أسابيع 4 أسابيع وما حد متذكرنا، ورا 3 أشهر 4 أشهر منو راح يسوي لنا معسكر؟ منو راح يسوي لنا إعداد؟ والله استاذ انت يعني اعرف بالموضوع، احنا يعني هذه الاحباطات انا متعلم عليها، هاي مو اول مره احباط. أيوة يعني احنا مو كل شيء نعرفه نتكلم به. أيوة نعم. لكن انا متعود على هاي الاشياء، وبعض الاحيان انت تقدم برامج او كذا قسم من البرامج ما تكون متوفره، لكن احنا مشينا بالفريق وصدقني بظروف صعبه وقاسيه جدا، يعني لو غير مدرب ما يتحمل، بعض المدربين وبعض يعني يوفروا له كل شيء ويطلع بعدين يعني كانه ما متوفر لاي شيء، احنا ما نطعم بالاخرين اكيد، لكن المفروض يكون تساوي، وهذا مبدا العداله المفروض تتوزع الادوار. نعم. بين الفرق وبين المدربين. يعني منتخب الناشئين انظلم على حساب منتخبات اخرى، كابتن منتخب الناشئين انظلم على حساب منتخبات اخرى، توفر لفرق اخرى اعداد افضل من اعداد منتخب الناشئين؟ طبيعي، هذا ما يعني انا ما اقدر انكرها، يعني الوطني اكثر من 5 إلى 6 معسكرات ومباريات تجريبيه. نعم. ويعني توفر له كل شيء صراحه، يعني احنا حتى لازم نكون واضحين، المنتخب الاولمبي معسكرات مفتوحه، انت تعرف استاذ انت كيف؟ اعلامي واعلامي مميز، تعرف عندك كل شيء. منتخب الشباب ايضا افضل من عندنا، للسليمانيه 15 يوم. نعم. للاردن 17 يوم وللبحرين 15 يوم، 3 معسكرات ومباراه تجريبيه، احنا فقط معسكر واحد اللي هو بقطر، بعد يعني بعد ما بدينا بشهر السابع لعبنا مباراه مع الامارات تجريبيه على حساب الامارات. ليش ايش عندهم وياك كابتن؟ ايش معنى فريق قحطان كثير هيك؟ ايش عندهم وياك؟ ايش معنى فريق قحطان كثير هيك؟ هم يعني لا هم انا ما عندهم يعني هم شيء، يعني بالعكس انا احترمهم وهم ايضا يحترموني، يعني من خلال يعني اقعد وياهم وجلسات، لان احنا ما عندنا مشاكل، فريقنا ما بي مشاكل تشوف. لا الحمد لله. احنا صار سنتين طبعا مع الفريق. نعم. شوف كل البطولات احرزناها، كاس العرب وغرب اسيا والصعود الى امام اسيا بعد ما كنا ما صاعدين من متاهلين. نعم. واحرزنا اللقب، هذا ما اجى من فراغ، اجى من عمل. رئيس الاتحاد متعاون صراحه، انا اقول. نعم. لك رئيس الاتحاد من عند المال واجي يعني اتصل به ويوفر، يعني يوفر اللي يقدر عليه صراحه. أكيد. لكن احنا نريد بعد الاولمبيه، وزاره الشباب ايضا اخر فتره دخلت على الخط متمثله بالسيد الوزير، احنا حتى من ننطي كل واحد حقه صراحه. نعم. يعني احنا امام مشاهدين والناس تجي تشاهدنا، وزير الشباب قبل ان نسافر وفر لنا معسكر 10 أيام ببغداد، يعني هو صح ما يلبي الطموح كمنتخب، لكن حجزنا الفريق ودربنا الفريق وكنا قريبين على الفريق. ايضا انا من خلال قناتكم ايضا اشكره، احنا اي واحد يقدم لنا ولو جزء بسيط احنا نشكره، يعني العمل استاذ العمل تعاون، يكون العمل جماعي بين الاتحاد بين اللجنه الاولمبيه
انا كمدرب بين وزاره الشباب حتى الاعلام احنا لازم يكون ويانا متعاون، وانا ايضا من خلال برنامجك اشكر الاعلام لان ما قصروا ويانا صراحه. تستاهلون انتم كابتن، اذا انت ما يعني ما توفر تستاهلون انتم كابتن، تستاهلون انتم. نعم. انتم سويتوا وجبتوا فرحه كبيره انك تستاهلون كل شيء. الله يسلمك استاذ فيان. فاحنا نريد من خلال يعني الكلام ان نسوي تقويم للتجربه، يعني دراسه انه التجربه صح نجحت، لكن مو كل مره انت راح تروح كاس عالم، راح تنتقل مرحله ابعد واكبر. فاحنا نريد من خلال الاعلام، من خلال هاي البرامج الحلوه المميزه، ان المسؤولين يعني من يوعد لازم يوفي، المسؤول لازم يكون قريب على يوفر لنا المال، يقدر مثلا يجتمع بالاتحاد بعض على الاتحاد، المنتخب ايش يحتاج، انتم ليش ما عندكم اموال، حتى تكون دراسه ويتوفر يعني ميزانيه للفريق. انت اما ظل باي الوضعيه يوم عندك فلوس وتروح، واغلب الاوقات انت ما عندك فلوس بالاتحاد، لان الاتحاد مطلوب وعنده منتخب وطني كل سفره يكلفه اموال طائله، فما عندهم يعني هم زين كابتن. خلينا انا وانت لو تسمح، انا وانت والاصدقاء المشاهدين نستمع لوجهه نظر الاتحاد بخصوص تكريم منتخب الناشئين والوضع المادي اللي يمر به اتحاد كره القدم عبر اعضاء، اثنين من اعضاء، السيد كامل صغير والسيد يحيى كريم. نسمعهم ونرجع للكابتن قحطان كثير. نوبات من يحكي كامل صغير يزعلون عليه ويقول لك ونوبات يخابرون رئيس الاتحاد. يا اخوان يا المسؤولين، عليك هذا عمره شاب صغير وكلهم فقره طبعا. بالمناسبه ماكو واحد هو اليوم جاي لكره القدم ابوه ملياردير ولا ابوه بالدوله العراقيه ما يلعب بالدوله، يعني يسوي له جواز ويسوي له غير شيء ويطلع خارج العراق، بس هذا فقير يعني جاي. انت اليوم تمنح قطعه ارض عليك، ان ثاني يوم تعطيه سند الارض يفرح اهله كلهم ثلاث ارباعهم جزء قاعد ينزل ايجار. طيب يا اخي السند ماله خليه يفرح، يقول انا حكومتي اهتمت بي، الناس اهتمت بي، المسؤولين اهتموا بي، لا نبقى بالوعود. الوعد وبعدين اكو هاي موضوع جديد، خلى خاطري يسمعون المسؤولين. الموضوع الجديد يجي شال الوفد الاداري، والله بس المدرب واللاعبين، زين هذول الناس الدكتور الاداري المعالج رئيس الوفد البقيه المتواجد الموجوده كل الوفد الاداري، يعني مثل ما صارت احنا بكاس العالم للشباب وآسيا والأولمبي نفس الشيء. نتحدى واحد هسه يقول احنا من احنا للوفد الاداري قطعه ارض لو طيناه، مع اتحدى واحد مع احتراماتي. خلي ذولا شباب كلهم صغار، الاب ينظر الام ينظر، ثلاث ارباعهم ترى بالمناسبه فاقدين الاب وفاقدين الام، ذولا محتاجين ان نتفرحهم، ذولا شباب حققوا انجاز ما حد يحققه. يعني انا اعيد واكرر، لاعبين منتخب الناشئين يستاهلون كل الامور نعطيها لهم، كل الامور ما توفرت لهم عليهم ان احنا الدوله نهتم بهم. بس احنا الوعود هي شنو القطعات؟ قطعه ارض مثل ما انطيتوها قبل الانتخابات، سووا سندات صارت ما اعرف المن، يا اللي يجي يظل يعطي سندات، فانطوهم خلي خطي الناس خلي يفرحون بها. اكيد معاناه كبيره بصراحه، معاناه كبيره. الان الاتحاد يمر بضائقه ماليه، شركه خطوط النقل تطلب الاتحاد مبلغ كبير، كذلك شركه التجهيزات الرياضيه، كذلك نحتاج الى اجور حكام بمبلغ مليار دينار عراقي تقريبا، لا توجد قناه ناقله لحد الان. على الحكومه العراقيه ان تتحرك، ان تسعف الاتحاد بمنحه ماليه. السيد وزير الشباب والرياضه بصراحه طلب مرتين من مجلس الوزراء منح الاتحاد منحه، لكن هناك وزراء لم يعوا المسؤوليه الملقاه على عاتق الاتحاد، لم يفكروا بمصلحه المنتخبات الوطنيه اللي تمثل العراق اللي يعزف لها السلام الجمهوري. خير ممثلين الان منتخباتنا، منتخب الناشئين حقق الانجاز بظروف صعبه جدا. بصراحه ذهبنا للهند بمبلغ تم استدانته من احد الاشخاص، هاي الامور نعاني منها كثيرا. لذلك على الحكومه العراقيه متمثله بالسيد العبادي ان ينظر الى الاتحاد نظره تبعث الامل وتعيد منتخباتنا، والا نحن مضطرين الى بصراحه ان نقف وننسحب من جميع المشاركات. يعني الان كيف تديمون عملكم، رواتب الموظفين وايضا رواتب الملاكات التدريبيه والمعسكرات الخارجيه؟ مدربي المنتخبات الوطنيه شهرين لم يستلموا رواتب، خاصه الكابتن راض شنيشل وقحطان كثير وعباس عطيه وسعد، كل مدربي المنتخبات الوطنيه لم يستلموا مرتباتهم ومخصصاتهم منذ شهرين. دائما المنتخب يسافر، شركه الخطوط تعاني من هناك ديون مترتبه علينا لشركه خطوط النقل. الان انتهى عقد الشركة الناقلة قبل 10 أيام، فتحنا العطاءات، لم تقدم لغاية الآن أي شركة، هذا يدل على أن لا توجد مصداقية بتسديد ديون للشركات.
كابتن قحطان صار له قد ما ماخذ راتب. سمعنا سيد يحيى كريم يقول كل مدربين المنتخبات ماخذ رواتب صار شهرين يمكن او اكثر، فعلا انت ما ماخذ راتب صار لك شهرين؟ نعم احنا الرواتب يعني تتاخر، لان تعرف تجيهم منحه من اللجنه الاولمبيه. زين. وقبل فتره يعني اخذنا ما شهر بقى شهر، احنا يعني يمر شهر مرات يمر شهرين واحنا ما ناخذ راتب، لان احنا هذا بلدنا حقيقه، احنا مو مدربين اجانب ونطالب الا الفلوس ونجي نضغط على الاتحاد. زين. يعني لان احنا قريبين عندك عائله وعندك يعني حياه بس. وعندك التزامات وعندك ظروف تحتاج يعني تتعامل معاها، يعني هذا ايضا وكذلك الامر يعني يرتبط بالسيد راضي شنيشل وبالسيد عباس عطيه غيرهم يمكن مدربين المنتخبات، انتم كلكم عندكم عوائل، المفروض انه فعلا اكو تخريجه لموضوع مدربين المنتخبات يستلمون رواتبهم كل شهر. استاذ هو المفروض تكون ميزانيه للاتحاد، والميزانيه تتخصص مثلا المدربين رواتبهم ما سنه تنحجز. زين. حتى ما تصير اشكاليه بعدين المدرب يجي للاتحاد وما يلقى راتبه، لان تعرف انت المدرب صاحب عائله، بعض الاحيان اكو مدرب عنده يجوز ينطي الاخ ينطي الاخت او عنده مبالغ ينطي الاطفال مسجلين بمدارس مدارس اهليه، تعرف هاي الامور بعد الحياه صح. صعبه اصبحت الان. لكن هم يعني كاتحاد، وانا اعرف انه السيد رئيس الاتحاد هو ما عنده المال، يعني هو ما المال منين يجي هو، فبنتجي الاموال له تعرف يوزعهن حسب الاستحقاق. بعض الاحيان انا والله يعني مو دفاعا عنه لا ينحرج، هو ينحرج لان كل المسؤوليه واقعه براسه صراحه، لان هو والاخوه الموجودين الديون كثيره عليهم، يعني يحتاج الدوله يحتاج. وانا هذا السؤال خلال السفرات كابتن هذا السؤال. انا استمعنا لراي سيد كامل صغير والسيد يحيى كريم اعضاء الاتحاد، رموا الكره بملعب الحكومه، وانت الان مدرب منتخب ناشئين، يعني انت بينك وبين نفسك لما تسمع هذا الكلام حقيقه المحبط، ولما تشوف الواقع اكثر من عندنا، انت هناك موجود وتشوف الاحباط وتشوف الوضعيه، ما تقعد بينك وبين نفسك تقول انا شو راح اعدهم الكاس العالم، ايش راح اسوي، شلون يعني ما تلقى حلول، ما تفكر بلحظه من اللحظات تقول والله يعني الامر صعب جدا. يعني بالتاكيد مهمه مثل كاس العالم لازم اكو سياسه دوله وحكومه تدعم هذا الفريق اللي راح يروح يمثل العراق بكاس العالم. استاذ احنا المفروض يحتاج لنا ملعب للتدريب، يعني ان شاء الله احنا يعني ملعب ما نمتلك يعني كاتحاد، حتى الفريق يجي يتمرن عنده فندق خاص بالاتحاد تحجز اللاعبين، اسوة بالمنتخبات الاخرى يعني قطر. نعم. الامارات البحرين ذول عندهم ملاعب وفنادق يجي يقعدون بها، احنا صراحة صعوبة علينا من تجي حتى الفنادق نقعد بها هاي بفلوس من تجيب لاعب، احنا لاعبيننا محافظات. نعم. المساعد وياي المدرب محافظات، زين انت هسه من تريد تجمع الفريق وتسوي تدريب مثلا بالاسبوع يوم او بالاسبوعين مره واحده حتى الفريق يبقى دائما هاني قريب عليه. نعم. وين تقعدهم؟ رئيس الاتحاد يعني ما يقصر هو، لكن من تجي للاموال ما عنده الاموال مطلوبه، بالفندق يطلبه، بالطيران يطلبه، الحكام يطلبون الاتحاد، المدربين ما ماخذين رواتب، فنتمنى من الحكومه، لان ترى الاموال مبينه، يعني المدرب عقده مبين، السفر مالنا مبين، يعني ماكو، انا اتكلم لك يعني ماكو فد فساد او فد شيء، ترى الاموال معلومه بالاتحاد كره القدم. عقد المدرب واضح والسفره واضحه واللاعب ايش قد العدد، ورئيس الاتحاد والاخوه الموجودين انا يعني من خلال قربي عليهم حريصين صراحه على المال وعلى السفرات وعلى الفريق، لا يتصورون انه يعني اكو فد فساد او اكو هدر بالمال، لا مستحيل. احنا كنا حريصين على الفرق وحريصين على، تعرف الظروف والله المرت على الناشئين والله غير لو مدرب اجنبي ما يبقى دقيقه، اكيد يعني ماكو يعني مدرب ما يتوفر له ملعب، ما يتوفر له كرات، بعض الاحيان ما تتوفر لك ابسط الاشياء، سياره نقل. نتمنى من الجميع اكو مؤسسات تقدر تساعدنا، مثلا حتى انا تكلمت مع محافظ بغداد قلت له نريد سياره توفر لنا سياره من نبدا الاعداد. نعم. قال انا عندي سياره ان شاء الله من نبدا الاعداد راح نعطيكم اياها. يعني بدينا نتكلم مع المسؤولين، المسؤول خلي تكون عنده ثقافه رياضيه، يعني من خلال توفير سياره الفريق، من خلال يقدر حتى يوفر معسكرات، مو شرط الاتحاد، مثلا وزاره النفط تقدر توفر لنا معسكر للفريق. نعم. وزاره التربيه مثلا، التعليم العالي، خلي يصير تعاون مشترك. اما الاتحاد وحده شو يسوي رئيس الاتحاد؟ والله بعض الاحيان من يتصل
معسكراتنا بقطر ببلاش طبعا. إيه فهذه تعرف ورا الاتحاد من يتصل مخجله ويوميا على فريق صعبه مخجلة. عليه هو صعبه مخجله بحق، لكن هو شو يسوي بحقه هو كرئيس اتحاد. انا اعرف صعبه عليه، لكن انا جبره يعني ضغطه اقول له استاذ عبد الخالق لازم توفر لي، هو يعني ينجبر من خلال يعني حبه للفريق وحبه انه يبدي يتصل. لكن هو من تجي والله تعرف ردنا نروح القطر ردنا 15 مليون ما عندنا. بالاخير السيد هذا الروحه الاخيره قبل خمس ايام قبل البطوله حتى قلت الفريق يتاقلم ما يصير ناخذهم قبل يومين للهند، لان ما يصير احنا لا دبرتوها منين جبتوها ونروح قبل يومين منين جبتوها ال 15 مليون؟ رجع الملة اتصل ما قدرنا نوفر، رجع السيد عبد الخالق مسعود اتصل بالقطريين ويعني ترجاهم وسووا لنا معسكر هم خمس ايام سته ببلاش. اخ يعني شيء حقيقه مؤلم ومخجل. يعني حقيقه رئيس الاتحاد عمله صعب يعني أكيد. نتمنى ان انا من خلال ولا لو اكو قصور لا والله اجي اتكلم على اي واحد أكيد. بس انا هذا الواقع دا شاهده المفروض طيب. نتعاون احنا مو من يسافر فريق يريد نتائج، هذا منتخب العراق راح يحمل يعني العلم العراقي في كاس العالم، يعني احنا قاتلنا بالهند والاخوه دا يقاتلون بالساحات القتال والعراقيين فرحوا فرحنا جميع العراقيين، هذا فريقنا جميع الاطياب بي جميع العراقيين، وانا مرتاح لين اشوف يعني دا يتصلون بي من الرمادي يتصلون بي من النجف يتصلون بي من كل العراق من الاردن من دول من كل دول العراقيين دا يهنونا على الفريق، فاحنا فرحنا الشعب العراقي. والكرة القدم استاذ يحتاج لها عمل يحتاج لها تدريب يحتاج لها معسكرات، انت مو تجي تجيب الفريق باسبوع تقول له روح او شهر او شهرين، هذا البناء يحتاج له خطه طويله الامد سنه وسنتين وثلاثه واربعه. كابتن خليك ويانا، خلينا قبل ما ننتقل الى مرحله الاعداد الى كاس العالم خلينا نذهب الى مدربين المنتخبات الوطنيه الكابتن القدير مؤيد جودي والكابتن حسين جبار، بالتاكيد نوجه لهم كل التحيه نشكرهم على كل اللي عملوه من اجل منتخب الناشئين وكل الجهد اللي بذلوه بارك الله بيهم، نسمعهم و بعدين نرجع ليه الكابتن قحطان شفير. طبعا بعد اللي الانجاز التاريخي ما زال يعني كلها وعود بوعود، لحد الان ما استلمنا اي يعني اي مبلغ ولا يعني سمعنا قطع اراضي لحد الان، يعني كل شيء ماكو، يعني احنا نطالب اليوم المسؤولين يعني وعودهم، يعني احنا وعدنا اللاعبين اللاعب بنسمع يعني احنا كنا بالهند وسمع اللاعب يعني اكو وعود يعني بقطع اراضي، واحد يقول 10 ملايين واحد يقول 10 ملايين. اليوم ما شفنا اي شيء من المسؤولين مع كل اسف، يعني اليوم عباره عن فقاعه، يعني نحن نناشد يعني الحكومه ان شاء الله يعني توفير الاموال للمنتخب، هذا منتخب يعني منتخب بعد منتخب جيل يعني جيل صاعد ان شاء الله المستقبل، يعني ان شاء الله يعني بس وعودات ما ماكو يعني لحد يعني اي شيء على 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 الارض. انا حقيقه يعني لحد هذه اللحظه يعني كما انت تعلم احنا نعلم يعني لا شيء لحد الان، حقيقه ما شفنا اي جهه مسؤوله اي وزاره اي حتى رئاسه الوزراء لحد الان ما يعني ما سمعنا اي شيء، يعني حقيقه كانما احنا حالنا حال اي الجمهور يعني اللي يسمع احنا سمعنا هذا الشيء مع الاسف، يعني ما يوازي حتى الانجاز اللي يتحقق، ليس ان احنا كمدربين انما تعرف يعني كلاعبين هذول تعرف ناشئين والناشئ هذا انت من تحفزه هو تحس بقيمته وقيمه بلده اللي دافع عن سمحته هو اسمه، فهذا يكون له حافز للمستقبل. كيف اليوم هذا الشيء حز بنفسكم كمدربين وكاصحاب انجاز قاري؟ احنا المهم الحمد لله يعني تعرف احنا هذا واجب وطني بالنسبه لنا كملاك تدريبي اضافه حتى اللاعبين، هذا واجب وطني انه باتجاه بلدنا، وهذا ما يعني احنا ما يعني هذا ما مجبورين عليه، بالعكس هذا نحس به فتقييم ان نفسنا تجاه وطننا، بس مع الاسف تعرف انت كمسؤول من يطلع ويصرح بالاذاعات او على شاشه التلفاز حتى يطلع يتميز بين المسؤولين واني كرمت المنتخب وكرمت كذا ويبين له فد سمعه واسم ويبين له فد قاعده جماهيريه بين اني عملت هذا الشيء من اجل المنتخب، يعني مع الأسف أقول يعني أسماء يعني صارت وهمية من خلال تصريحاتهم الرنانة يعني فد شيء يعتبر نفسه بأنهم سووا فد إنجاز وكرم وأنطى للمنتخب، وهذا مع الأسف اللي كثرت في الآونة الأخيرة.
نتمنى هذول المسؤولين فعلا يكونون قد كلمتهم ويوفون بوعودهم لهؤلاء الصغار اللي هم قدموا للعراق أكثر مما مقدمين هذول المسؤولين اللي قاعدين على التبريد وورا المكاتب يتحججون بتكريمات ووعود هم مو قدها أصلا، وما يوصل عملهم وخدمتهم لوطنهم وللعراق من قد هذول الأبطال اللي صنعوا هذا الإنجاز وهذا الفرح للعراق. العمل ما انتهى يوم أخذنا كأس آسيا، العمل بدأ يوم أخذنا كأس آسيا، لأن تنتظرنا مهمة كبيرة بكأس العالم. حتى يعني نستفاد من الوقت أكثر مباشرة إلى هذا التقرير اللي يوضح لنا صورة الإعداد كيف يجب أن يكون لكأس العالم للناشئين المقبلة بالهند. نتابع. بعد الإمارات قبل 3 أعوام يعود اليوث الرافدين إلى الواجهة العالمية من جديد، ولكن هذه المرة عبر بوابة البطل. فماذا في جعبة المدرب قحطان شتير من منهاج تدريبي وأفكار في العسكرة والتواجد وإضافة بعض اللاعبين وإبعاد قسم آخر تحت شعار البقاء للأفضل؟ وهل ناقش الاتحاد بصورة مبدئية جميع الأمور التي يحتاجها الجهاز الفني، أم أن الأمر مقرون بنهاية المسابقة المحلية مثلا وبعد ذلك يداهم الوقت المشاركة المونديالية كما حصل مع الاستحقاقات السابقة؟ ونتمنى أن يحصل هذا الفريق على أعداد نوعي جيد، لأنه يمثل النواة الأساسية للكرة العراقية ويضم جيلا واعدا من اللاعبين الذين سيشكلون عماد المنتخب الأول خلال السنوات القادمة. كابتن قحطان، نرجع لحضرتك. كأس العالم إذا مو غلطان أنا شهر 6 السنة الجاية، يعني بيناتنا بيننا وبينها حوالي 9 شهور 8 شهور، وأنت حضرتك قبل شوي قلت أنت إلى حد الآن ما قعدت ويا الاتحاد متفاهمت وياهم بانتظار أنه الاتحاد يلتئم في بغداد وتقعد وياهم. خليت الخطوط الأطر العريضة لمنهاج الإعداد لكأس العالم، شو كنت راح تبدي، شنو ببالك تسوي لو منتظر القرعة أو يعني تكتمل كل الإجراءات؟ لو خلينا بالصورة يا ريت كابتن. البطولة راح تكون أما شهر نهاية شهر السادس أو نهاية شهر التاسع، ما محسومة أستاذ، هاي بالنسبة للبطولة. يعني لحد الآن هم ما مقررين شنو اللي ينتظرون، يعني ليش هالموعد؟ يعني أنا قرأت إنه هي بشهر 6، فما أعرف ليش صارت لو نهاية 6 لو نهاية 9. هو صح هو أما نهاية السادس أو نهاية التاسع، لأن ينتظرون الصور المدارس البلدان الأخرى ينتظرون الموعد المناسب لجميع الفرق، فيشوفون منو الأفضل والأنسب لجميع الدول. راح يكون التوقيت مناسب للجميع. انت تتوقع توقعك نهاية السادس ولا نهاية التاسع؟ والله اتوقع احتمال نهاية التاسع. طيب اوكي، هاي بالنسبه للموضوع. والاحسن لنا الفريق والأحسن بما انه والاحسن لنا نهايه السادس او نهايه التاسع؟ لا، احسن نهايه التاسع. طيب، حتى ناخذ فتره طويله اللاعبين اكون قريب عليهم انا، يعني لان اللاعبين ما راح اتركهم من خلال متابعتي لهم بالتدريبات، من خلال متابعتي لهم بالانديه. طيب، انا قدرت ازجهم بالانديه حقيقه، كنا كل نادي 2 و3 لاعبين حتى ابقى محافظ على مستواهم ولياقتهم البدنية. شنو الخطوط العريضة يعني لإعداده؟ يبقون متواصلين. كابتن، الخطوط العريضة لإعداده منتخب الناشئين. أنا أول نقطة راح تكون أجلس مع رئيس الاتحاد. نعم، يحتاج الفريق كل أسبوع أو أسبوعين، نقول كل أسبوعين يتجمع. نعم، بيوم واحد حتى نكون قريبين عليهم. هاي نقطة. النقطة الثانية، بعد ما نعرف القرعة راح تكون عندنا معسكرات. نعم، يعني إذا تعرف أنت راح يجيك احتمال فريق من أوروبا، احتمال فريق من أكيد أفريقيا. أكيد راح حسب القرعة يحتاج لنا معسكرات، وراح نطيهم المنهاج متكامل. زي، وانطي بي يعني انطي بي سويت المنهاج كامل لو بعد منتظر لنا مباراة. كابتن، سويت المنهاج كامل عندك، صار ورق لو بس أفكار إلى حد الآن. أنا لازم أقعد ويا رئيس الاتحاد. نعم، ولازم أجدد عقدي، أوقع رسميا. زين، بعد ما أوقع رسميا وأقعد مع الاتحاد وأشوف الموجود عندهم من المعسكرات المتوفر،
لان انا ما اريد استاذ، انا ما اريد اقدم اكتب 4 معسكرات 5 معسكرات سهله، يا انا اقدر اكتبها واعطيها لهم وبعدين ما يتنفذ. خلينا انا ما احب يعني تعرف، لان احنا قبل البطوله سويت معسكر باربيل رفض، انا لغيته يعني 3 معسكرات سويت قبل نهايات امم اسيا. الاول باربيل تجمع لغيته لان قلت ماكو اموال. الثاني بقطر اعرف انه علاقتنا مجاني، رحنا لقطر. الثالث اللي هو مهم وتكلمت مع اللجنة الفنية وتكلمت مع رئيس الاتحاد بماليزيا، كان 10 ايام او 12 يوم ب3 مباريات تجريبية وبالتكيف على الاجواء الرطوبة والحرارة وارضية الملعب حتى نروح للهند باستعداد جيد. الرفض، ليش الرفض؟ لان تقشف واموال ماكو. فانا ارد اقعد ويا الاتحاد ويا رئيس الاتحاد حتى نعرف ويكون يعني اعرف الخطوط العريضة منهم، اقدر اسوي معسكرات يعني اكو معسكرات تكون تدريبيه نتدرب بيها، بس هذا كله كابتن نلعب بيها مباريات. هذا كله الان مرتبط بموعد البطوله، يعني اذا حدد بشهر نهايه شهر 6 راح يكون الاعداد بشكل، واذا البطوله بنهايه شهر 9 راح يكون الاعداد وتوقيتاته ايضا بشكل اخر، فكله مرتبط بتحديد موعد موعد البطوله. انا اقدم لهم برنامجين، يعني برنامج ذا بالسادس وذا بالتاسع حتى يعني تكون نسبق الوقت. وانا يعني اقول لك فتشي استاذ، يعني يحتاج لنا مباريات، يعني يحتاج لنا نلعب مباريات مع يعني هسه مثلا ايران صعده وهم مو مجموعتنا، لان اسيا راح يتوزعون، نقدر مثلا نلعب مع ايران مع اليابان مع كوريا، نذهب الى دول افريقيه حتى دول قريبه هي تطلب من عندنا اللعب، لان راح تكون الفرق كلها شعلة من نار في سبيل فرقة تظهر بمظهر جيد. تعرف هاي نهايات كأس العالم، هذا حلم كابتن. هذا إنجاز كابتن. فإحنا أنا بالنسبة لي ما أريد نعم تفضل كمل كابتن. أقول لك بالنسبة لي كمدرب ما أقبل أنه العراق يروح بس يشارك حقيقة، لو نروح فريق قوي فريق مميز وما كل شيء مستحيل بكرة القدم. أنا ما أعرف الياس، يعني أريد فريقنا يروح فريق مميز يرفع الراس وفريق قوي ونقدر نوصل بالفريق الى ابعد مدى. زين كابتن، يعني بالبطوله كابتن مثل ما احنا عندنا طريقتين، احنا عندنا طريقتين للاعداد ان شاء الله لكاس العالم. الطريقه الاولى نتوسل بالاصدقاء وبالاشقاء وبالاخوان يخلونا نعسكر عندهم ببلاش، وهذا شيء مؤلم نقوله لكن خلينا نواجهه بحقيقه، نتوسل بالعالم ينطونا معسكرات. والشيء الثاني، انت في ظل الظرف اللي انت مؤمن به وعايش به ماكو فلوس، يعني راح تقعد مع الاتحاد تقول له اكو طرق اخرى نضمن بها اعداد زين، ندخل المؤسسه الفلانيه، ندخل اللجنه الاولمبيه، واحد عن طريق وزاره الشباب أكيد، واحد مثل ما قلت شويه يمكن عن طريق وزاره النفط، اكو ببالك هيك افكار تضغط عليها حتى تكون مسؤوليه الاعداد مسؤوليه دوله مو بس مسؤوليه اتحاد؟ استاذ هذا طبعا نهايات كاس العالم، هذا مو دور المدرب فقط ولا طبعاً دور رئيس طبعاً الاتحاد طبعا، هذا يحتاج لعمل كبير، هذا يحتاج لعمل يبدي من الاعلام العراقي، يضغط على المؤسسات الاخرى، يبدي من يعني رئيس الاتحاد، من رئيس اللجنه الاولمبيه، من وزير الشباب. انا شفتهم حقيقه الكل يعني وعدوني، احنا عديمناك كابتن، انت احنا عديمناك، احنا بالنسبه لنا بالشرقيه داعمين لكل منتخباتنا الوطنيه وكل مدربينا، احنا عديمناك، تعال قل لنا احنا نريد الدفع بهذا الاتجاه، احنا حاضرين تحت امرك. والله ما تقصرون استاذ، وانتم حقيقه قول وفعل وما قصرتوا، كل قنوات الشرقيه اتصلوا بينا قبل المباريات وبعد المباريات بكل يعني باقة الشرقية جميع القنوات، أكيد طبعا ما تقصرون طبعا، لكن نطلب من الجميع لأن هو يعني هسه أنا من أجل رئيس الاتحاد وأقول له أريد منهاج وأريد معسكر بأوروبا، هو ما عنده فلوس شلون يدزني لأوروبا؟ شلون ما يقدر هو الرجل، أنا ليش أضغط عليه وهو ما عنده؟ أنا أتمنى اللجنة الأولمبية مثل ما الأولمبي ما قصروا وياه، هذا منتخب، هذا صحيح. كأس عالم، كأس العالم افضل من الاولمبياد، خلي الناس تعرف يا اخي، احنا خلينا نترك التقاطع، والله هذا الاولمبي تابع للاولمبيه والناشئين تابعين للاتحاد العراقي، هاي ماكو كلام، هذا غريب. اليوم الاموال اموال الشعب العراقي، الفريق فريق عراقي ولا فريقي يعني. باكر انا مو مدرب يجي غيري، لازم انا اشجع، احنا اشجع المدرب اللي يجي، احنا عراقيين 100%. احنا مثل ما قلت لك احنا جاهزين لخدمه اي منتخب واي فريق واي مدرب يمثل العراق في اي استحقاق خارجي.
احنا بالتأكيد رح نعمل على مدى الفترة الجاية يكون اكو ضغط بالإعلام على الوزارات لطرق. يعني انا بس تفضل يعني كابتن، يا ريت لو سمحت بسرعة خلص كل ما تفضل. احنا صدقني انا ما جاي اعرض نفسي للناس، يعني هذا حقك انت تتصدر المهمة الوطنية. لولا خدمة الوطن ممكن انا هسه عندي 4 عقود خارجية. نعم. من دول عربية وعندي من منتخبات وعندي عقود داخلية ويعني اكثر من عقد اللي انا ادرب بيه يعني 3 اضعاف. اكيد 100%. فاحنا خدمة الوطن ونحب نخدم هذا الجيل ونحب نخدم بلدنا ونتمنى يعني، والا لو غير شخص ما يقدر بهاي الوضعيه. وهذا بارك الله بك كابتن بعملك وبعمل اخوانك ولاعبيك، وبالتاكيد يعني فعلا لازم تكون اكو وقفه حقيقيه بيها خطوات للامام حتى يكون منتخب الناشئين على استعداد عالي لكاس العالم ولمهمته الكبيره. بالتاكيد دعم منتخب الناشئين ما انتهى عند هذه الحلقه، مستمرين بدعم هؤلاء الابطال اللي جابوا لنا كاس اسيا وتاهلوا لكاس العالم. كل الشكر والتقدير للكابتن قحطان جثير المدير الفني لمنتخب ناشئه العراق بطل اسيا على تواجده ويانا بحلقه اليوم من اللاعب 12 وبالشرقيه. شكرا لك كابتن قحطان، وشكرا لكم اصدقائي على وجودكم ويانا وعلى وقتكم ومتابعتكم. نشوفكم باكر ان شاء الله، الى اللقاء.